يعني زي ما حضراتكم عارفين الحاجات دي بتفرق جدا مع فريق النادي الاهلي. نروح بقى للقب الثامن ان شاء الله، يعني يكون اللقب الثامن في البطوله العربيه للفولي النهارده. يعني يمكن بعد البرنامج على طول، بعد البرنامج على طول هيبقى مباراه الاهلي امام النصر البحريني في نهائي البطوله العربيه لفريق الطايره ان شاء الله. يعني زي ما حضراتكم عارفين كان معانا الكابتن عبد الله عبد السلام من اسبوع بالظبط يعني تقريبا، وقال لنا ان هم مش هيتاخروا في ان هم يعملوا كل مجهودهم في الحصول على البطوله دي. نهائي النسخه ال 41 من البطوله العربيه للكره الطائره المقامه في مصر، وهيكون بين الاهلي والنصر البحريني زي ما وضحت لحضراتكم على صاله رقم 2 باستاد القاهره الدولي، بحضور طبعا كل قيادات الاتحاد العربي برئاسه الكويتي عبد الهادي الشبيب، وباذن الله نكون على موعد مع بطوله جديده لفريق الماسترز. الحلقه اللي فاتت زي ما قلت لحضراتكم كان معانا حوار مفتوح مع الكابتن عبد الله عبد السلام نجم فريق الكره الطائره، اللي قال احنا مركزين على اسعاد جماهير الاهلي وهنساعدهم بقوه في البطوله العربيه، وبالفعل الاهلي في النهائي وهيبحث عن لقبه الثامن في البطوله العربيه. الاهلي فاز بالبطوله دي على فكره 7 مرات قبل كده، يمكن اولها كان سنه 87 وفاز فيها سنه 2001 و2002 وسنه 2005 و2006 وسنه 2010 وسنه 2020. الماسترز مش غراب عليهم او مش غريب عليهم ان هم يكونوا على منصات التتويج، بالعكس ده العادي بتاعهم، مستنيين منهم النهارده البطوله. وطبعا بعد ما تتفرجوا على 7 دي سبورت النهارده كله يروح يتابع مباراه الفولي.